كاميرا البرنامج كانت موجودة بالتأكيد في المنافسات. خلينا نشوف المسؤولين عن البطولة قالوا ايه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. غير مجاملة يعني، مش بقول كده، لا احنا نعتبر يعني احسن ناس بننظم بطولات بالنسبة للدراجات على المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي، مفيش كلام يعني، بشهادتهم هم يعني، سواء من جانب الافراد، سواء من جانب الاماكن. احنا عندنا مضمار مش موجود في افريقيا، مش موجود في الدول العربية حتى الان، فده طبعا بيساعدنا كتير قوي في ان احنا التنظيم نستضيف وننظم، ويدينا فرصة برضو لاولادنا يتدربوا ويبقوا كفاءة أكتر ومستواهم الفني أعلى يعني من دول أخرى. المضمار ده حاجة حلوة جدا ومكسب كبير لينا، ضيفي كمان لكده إن عدد، زي ما قلت لك، عدد الميداليات أكتر بكتير جدا من عدد ميداليات، اللي هي عدد المسابقات بتاعته يعني والمنافسات بتاعته، أكتر بكتير من سباقات الطريق. فده بيدي فرصة لينا احنا ان احنا نربي جيل جديد، وده اللي احنا بنجهز دلوقتي لعيبة تبقى متخصصة في كل يعني في كل سباق. استاد القاهرة في مكان قريب كمان والناس كلها عارفاه، مفيش كلام يعني. وان شاء الله برضو املنا ان احنا نعمل يعني في كل محافظة مضمار صغير، مش لازم يكون نفس المستوى لان ده مكلف جدا، لكن في مضامير اقل تكلفة واقل في يعني في المستوى، لكن تؤدي الغرض وتربي اجيال جديده وتطلع لنا لعيبه، ده مهم جدا نعمله. كم ميداليه حصلنا عليها لغايه دلوقتي من ساعه لما المسابقه ابتدت؟ وكمان اتكلمنا عن قاعده الناشئين. بصي، اللهم صل على النبي، مش عايز اعد عليه الصلاه والسلام، مش عايز اعد عشان ما نحسدش، لكن تقريبا حوالي 27 ميداليه اباوت يعني، حوالي 27 ميداليه. اولادنا كلهم يعني مستواهم حلو، وعندنا عناصر صاعده واعده يعني. مستقبل الدراجة إن شاء الله عندنا في مصر هيكون على المستوى العربي، على المستوى الأفريقي هيكون تقريبا احنا الأول. انتوا شرفتونا ونشكر قناة الزمالك على انها تبقى معانا، ودي أظن تاني مرة أو تالت مرة تكونوا موجودين معانا إن شاء الله على طول. وعايزين بقى الزمالك بقى يشترك في الدراجات بقى بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله يعني أول مضمار هيتعمل للأندية هنكون موجودين فيه بالظبط إن شاء الله بإذن الله. بداية طبعا أشكر الاتحاد المصري للدراجات واللي يترأس سعادة الدكتور محمد وجي عزام على استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير اللي دائما تعودنا كل عام نكون على أرض الكنانة أرض مصر لتنظيم مثل هذه البطولات، وهذا شيء مش جديد طالما أن مصر استطاعت تنظيم بطولات عالم. إذا البطولات الإقليمية مثل البطولات العربية والقارية هذا شيء يعني يعتبر بسيط إلى حد ما، لكن دائما ما شاء الله الإنجازات واضحة. المضمار من 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 أرقى المضامير والأول على مستوى الوطن العربي يعني، مصر اليوم تتمتع بهذه الخاصية دون الدول العربية، لذلك وكذلك ما شاء الله المشاركة اليوم طيبة يعني، مش كبيرة جدا ولكنها مشاركة طيبة. خلينا نقيسها باعتبار أنها بطولات مضمار، ودائما دراجين المضمار هم قلة مقارنة بدراجين الطريق، إذا البطولة ناجحة بكل المقاييس. بكل تأكيد نحن راضين جدا عن هذا التنظيم واللي صادف اليوم الثاني والأخير منه. نتمنى دائما النجاح وإلى نجاح ورقي أكثر لمصر الحبيبة ولشعب مصر الحبيب، وإن شاء الله دائما إلى تقدم.